أحبه الخالق وسامة الخلق والفن والخبرة، مما جعله يبني إمارته الفنية على أسس متينة مترسخة بالفن الأصيل والصوت الرخيم واللحن الجميل. إنه الأمير الذي استحق أن يكون له لقب أمير الأغنية الشعبية المعبرة التي أحبها الصغير قبل الكبير، حتى باتت هذه الأغاني تنطق بأسماء مستمعيها لبل دخلت المزاج الرايق بكل سلاسة وعفية. وسام الأمير، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج مع النجوم عبر الفضائية اللبنانية أو تي في، ضيفا عزيزا على الجمهور العربي. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم لكل المشاهدين. قبل أن يبدأ رحلته الفنية، ماذا كان يعمل وسام الأمير؟ كنت طالب مدرسة، نعم، مش ناجح كثير، لكن ما شاء الله عليك نجحت وأبرعت في هذا بفن غير المدرسة. نعم. بالمدرسة مش كتير كنت ناجح، مش كتير كنت شاطر، اشتغلت. نعم. عدة أعمال، اشتغلت إذا بدك اشتغلت، كان عنده خيدي مؤسسة تعنى بالديكور وال. نعم. اشتغلت معه، اشتغلت محترف في تنفيذ الأعمال الفنية. مزبوط. اشتغلت لان بشغلتي ما اشتغلت كثير، لان انا عملت اختصاص ميكانيكي. نعم. اشتغلت شوي وما كفيت. نعم. واشتغلت كمان بحدادة وبويا السيارات اذا بدك. نعم، تابعت هذا، سويت مقابله احدى مجلات. البرامج، لا، في برامج مزبوط هذه، تابعت على احدى. صح. المحطات، وقلت انك تعذبت ونصحت صاحب الورشه بان لا تذهب الى الغناء، وقلت له سوف اذهب واغني، وكنت تغني في حفلات صغيره. لا، هو نصحني صاحب الورشه انه ما اشتغل عنده، لان كل ما يجي ليشوف شو عم بعمل. نعم. يشوفني عم بغني، يعني مش عم بشتغل، كون واقف ورا المكنه هيك، المكنه موتور داير وشغال، وكون عم بغني بصوت عالي. نعم. التفت وراي هيك مره ومرتين، شفته صاحب الشركه واقف وعمل لي بالاخر، بعت وراي على المكتب قال لي يا ابني انت مطرحك مش هون، هيدا معيشك والله معك، انت لازم تكون فنان. إذا هكذا بدأت رحلة وسام الأمير الفنية في عالم الفن. سيدي، من يصنع الفنان؟ سيدي، إن لم تكن له خامة صوتية، وإن رفض الملحن أن يعطيه لحن، وإن لم يجد مكان ليسجل هذه الأغنية. بدي أقول لك شغلة. الشغلة، العنصر المؤثر بهذا الموضوع مش الملحن. نعم. لأن الملحن، لا، أنا لا أضع اللوم على الملحن، عفوا، بس إنه الملحن يعتبر حلقة من هالحلقات، ولكن إذا بدك أنا ملحن كمان إضافة لمطرب، إنه الحلقة الأضعف الملحن. نعم. القرار مش عند الملحن، ومش الملحن اللي بيغير المسار الفني والخط الفني، اللي بيغير والبواعي هي بس وسائل الإعلام. عزيزي، أنت قلت بأن لا نضع لوم على الملحن كون أو الكاتب أو موزع الأغنية، اللوم يقع على المحطات الإعلامية التي تقبل بعرض كليبات لفنانين دون المستوى المطلوب. هذا ما تفضلت به. نعم. من المعلوم أنك أعطيت ألحان لكبار المطربين والمطربات، وهذه الألحان لاقت استحسان الجمهور، بل بات يعلم من مطلع الأغنية أنها من ألحان وسام الأمير. السؤال، هذا دخل في المرحلة الأكثر دقة في الحوار. السؤال، كيف يسمح وسام الأمير لنفسه أن يصل إلى مرحلة ليلحن أغنية مثل أبوس الواوا؟ هل هذا تأكيد لما ذكرته عدة مجلات فنية بأن الملحن والمطرب وسام الأمير بدأ يعلن إفلاسه الفني حتى لحن الواوا، أنه قد دق آخر مسمار في نعش الأغنية اللبنانية؟ هل أدى؟ أول شيء صدقا أريد إجابة شفافة، ليش فعلا وسام الأمير أعطى أغاني لكبار المطربين؟ طيب، أنا أعطيت أغاني لكبار المطربين، ما هيك؟ نعم. وأغاني بعتز فيها وبرفع راسي فيها، بس هالمجلات اللي عم يحكوا هالحكي هلا رح رد عليهم أنا، بس أي متى ودوا لي تحية وقالوا انه وسام الامير فنان يستحق التحيه والتقدير؟ ولا مره، على كل شيء عملته. هلا لما عملت الواوا
قامت وخربت الدنيا. أغنية الواوا أغنية بالأساس معمولة ومصنوعة، ونحن اتفقنا على فكرة إنه هيدي الأغنية تكون أغنية أولاد صغار. نعم، لكن للأولاد. نعم، تعمل كليب مهضوم قبل ما تنزل الأغنية وتنزل الأغنية. سيدي نعم، أنت تعلم كيف أخذت ضجة هذه الأغنية؟ هيدي الأغنية أول شيء أخذت ضجة لأن الأغنية حلوة، لو مش حلوة ما أخذت ضجة. هذا الثاني شيء بدي أقول لك، هذا نوع من الأغاني من زمان وزمان موجود، من زمان وزمان موجود. في الموهبة لحن هيك، عبد الوهاب لحن لشيكوكو. المشاكل ما بتهزني، اللي بهزني الوسط الجماهيري. إذا هالجمهور تقبل بنهز، وإذا ما تقبل بنهز. سيدي، بس وسط فني، جريدة تحكي، تلفزيون يطلع، مذيع يقول، ما بتفرق معك. أنت تبني مملكة الفن على أرضية إعلامية، لا تستطيع أن تغني وسط الجمهور اللي هم كالإعلام. الإعلام إن كتب وإن انتقد سبب مشاكل جمة. أنا بالنسبة لإلي ما سبب ليش مشاكل، لما انتقد صار في علاقي طلب أكتر، ولما في مدح بشكره. نعم، أنا بهمني القاعدة الشعبية مش القاعدة الإعلامية. سيدي الإعلام هو من القاعدة الإعلامية ما بتهمني. الإعلام هو من يعطي، كنت بقول لك أنت بتشوفني كل يوم على التلفزيون وبتشوفني، ما بتهمني. بهمني أنا الإعلام هو من يعطي. يا سيدي الكريم، شو يا سيدي العزيز، الإعلام هو من يعطي حق الفنان لقاء أعماله. أقول لك خلي روحوا شوفوا هالفنانين اللي لازم لا تتقدر وهيملينا وما حدا بيطلع فيها، وفنانين بيصبوا فجلة لقطينه وحطينه على شاشاتهم وبمجلاتهم. فلنسمي سيدي، فلنسمي. بديش سمي، دعنا نسمي. أنا ولا مرة سميت ولا مرة قللت عقلي وصغرت عقلي، بس أنا عم بحكيك بالعموميات وهذا الصحيح. نعم، مش كل فنان بتقدروا الإعلام يعني هذا هو الفنان. يا سيدي لكن لا نستطيع أن نتجاهل الإعلام. ما نتجاهله، هناك ما نتجاهله، بس ما بنوقف عنده. أنا ما بهزني. من أصاب جناح وسام الأمير حتى بات يحلق على علو منخفض؟ بعد عم بحلق وعلى العيلة، ما حدا صاب جناحي. وحياتك أنت، بعدني على العيلة. ليش خيي عم بحلق على الواطي؟ بعدني موجود وبعدني الأشياء اللي برفضها وبقول عنها لا أكثر من اللي بقول عنها نعم، لأن ما عندي وقت، والحمد لله بألف نعمة وألف خير. إذن أين الإعلام من وسام الأمير في هذه الأيام؟ الإعلام اللي بيتجاهلني هو الخسران. عندما لا تكون لديك أي ارتباطات فنية مع أحد، بمعناه أن التراجع الذي أصاب وسام الأمير على صعيد اللحن الجيد جعله يتجه إلى كتابة وتلحين أغاني اللي تعتمد فيها على النقد اللاذع للوضع العام. أين وسام الأمير الذي عرفه الجمهور اللبناني؟ عند الركود يهرب وسام الأمير إلى الأمام ويلحن لنفسه ويغني لنفسه أغاني للنقد فقط، وهنا نقد لاذع للوضع العام، بأن بما معنى أن البلد لم يكن ينقصه أي أغنية توطي من مستوى المعنويات للبلد. لماذا هذا العمل الذي يقوم به وسام الأمير عندما لا يكون له أي ارتباطات مع عمل مع فنانين أخر؟ أول شيء أنا يعني شو بدي أقول لك، عم تخلق لي فرضيات وأسئلة أنت من عندك عم تخترعها وتتوهم فيها وتقولها على الهواء، ما هيك؟ لا هلا أنا عم دافع مرة واثنين وثلاثة. يحق لك أنت قدر ما تشاء. ما ليس هناك المشكلة. سكت لك يعني، بس في أشياء يعني أنت عم تحاول تقنع الناس إنه أنا يابا إنه قاعد عايش بركود فني وعايش ما عندي شيء. هذا الحكي مش مزبوط. دعنا إذا بتعمل معروف دعنا بترجع للأرشيف. دعنا نتكلم على الهواء. إيه نتكلم على الهواء، تفضل. أنا ولا مرة عملت غنية دون المستوى العالي. تاني شيء أنا ما بركض للأمام ولا بهرب للأمام، وأنا معروف عني والحمد لله بالفن صفحتي بيضة مثل التلج، وما تقلب لي صفحات وطلع فيي واسمعني جيد. بدي أقول لك شيء، إنه أنا فنان موجود وموجود مش مفروض فرض. أنا أعمالي هي اللي بتحكي عني، وأنا لما يكون في فنان صار عنده هذا الأرشيف
للاسف ما بينسال هالاسئله. لا عفوا سيدي، هناك سيدي الكريم، هناك امور تحصل للشخص، هيدا شيء مش حاصل، لو حاصل بكل رحابه صدر بجاوبك عليه. من هو منير ابو عساف سيدي؟ منير ابو عساف بلش معي، ابتدى حياته الفنيه معي، واكثر من مره ما قبلت باغاني، بس كنت عندي احساس انه في بداخله شاعر كويس، بس كان ناقصه شويه توجيه وترتيب، وابتدى معي وما زلت انا وياه. خلينا نتكلم من الند الى الند. تفضل. وسام الامير، هل هناك من لا يريد النجاح لوسام، استمراريه النجاح عفوا، انت لا شك انك فنان ناجح، من لا يريد استمراريه النجاح لوسام الامير للوصول الى القمه؟ هل هناك من شخص لا يريد النجاح، لا يحب وسام الامير؟ هلا بالاخر ما فيش فنان بتحبه كل الناس، نعم، ولا فنان، نعم، الا ما بيضل في ناس نعم بتحبه وفي ناس ما بتحبه. في احدى المقابلات المتلفزه على محطه لبنانيه تبث ارضيا وفضائيا، وكنت ضيف هذه المحطه بتاريخ 6/6/2007، قلت ان زمن الوصايه الفني قد ولى. هذا سؤال نوعا ما كبير، لكن ارجوك ان تستمع لي. وان احتكار التلحين والتوزيع لم يعد حكرا او ارثا لاحد، اصبح هناك عهد جديد وجيل جديد بعد يتعامل مع الوسط الفني بطريقه تليق بهذا الوسط وهذا المجتمع. وقلت بانه لم يعد مسموح اليوم ونحن في القرن 21 ان نقل اغنيه لبنانيه تحكي عن الجبل والوادي وعن الجده وعن شادي. وعندما سئلت من تقصد في هذه الانتقادات، فجبت بان الناس تعرف من اقصد من هذه الانتقادات. وقلت حتى اليوم احدهم لم يستسلم، ما زال يلحن للجيل الحديث اغاني شبابيه وهو اصبح في سن التقاعد، مع العلم ان كل افراد عائلته واولاده هم في الوسط الفني. فما كان ان من مقدمه البرامج التي حاولت ان تلعب دور المذيعه الجريئه وسالتك هل تقصد عائله الرحابنه، لكي تصل بعدها وتتجرؤ بذكر اسم الاستاذ الكبير. يا رب يا عمي روقوا يا عمي، شو هيدي مقابلة هيدي أو شو هيدي؟ ليش جيتوا تصوروا هون لك يا خيي؟ طول بالك روق، طول بالك. شو هيدا السؤال عم تسألني؟ عم تصوروا هلا؟ شو؟ بس بدك نبلش هيك يلا. تعال تعال. إذن التي حاولت، فما كان من المقدمة التي حاولت أن تلعب دور المذيعة الجريئة وسألت هل تقصد عائلة الرحابنة، لكي تصل بعدها وتتجرأ بذكر اسم الأستاذ الكبير إلياس رحباني. عندها قلت نعم، لنفترض إلياس رحباني، لبل أقصده شبعنا رحبانيات فليترك المجال لغيره. لماذا سيدي تجرأت وانتقدت الرحابنة يا راجل؟ لكن بتلغوا هالمقابلة عن جد. لا اسمع ارجوك سيدي، ليش عندما تصل الى حد هنا تكمن العبره من الحلقه سيدي، ان تبرهن. لماذا انت سيدي هذه المقابله اول شيء؟ لا انا عملها ولا هذا الحكي، حكي عم تحكيني حكي صار لك ساعه جريدي حكيتني وما كنتش افهم عليك بالاخر، مش حكي انا. لا تتهجم علي ارجوك، انا اجري مقابله سيدي لكي اوضح للعالم، لست انا من يقول هذه الاخبار، انا استمع وانا اوضح للراي العام للجمهور العربي. عم تعطيني تاريخ 6/6/7 ومدري شو 6/2007 وانا حكيت، انا ما بحياتي حكي هالحكي، وين الحكي حكي؟ جيب لي اثبات انه حكي، انا حكي هالحكي وايه اللي رسح من لسه سيدي حبين. تبعت الحلقه على احدى السيطات، تبعتها ورايت وسمعت، وانت سيدي كنت في حاضره مذيعه تجرات وقالت اتقصد الرحابنه؟ فقلت نعم اقصد الرحابنه، وتشبعنا رحبانيات سيدي. هل الرحابنه او استاذ الياس رحباني تجرا وتكلم نفس الشيء عن وسام الامير؟ لماذا هذا التهجم على قاعده فنيه عريقه، عائله فنيه عريقه في لبنان؟ اول شيء الرحابنه مش بحاجه لشهادتي، الرحابنه مليين الدنيا فن وحضاره. ثاني شيء انا هيدي المقابله
لا انا عملها ولا هذا الحكي اللي عم تقول لي انا حكي. هلا جاي بدك تصدقني الي، جاي بدك تضل تحكي لحالك، شوف شو بدك تعمل. انت عم تسالني وانا عم بقول لك هيدي المقابله انا ما معي خبر. لقد تابعتها صدقا، لقد تابعتها اليوم صباحا على الانترنت ورأيت بام العين. ليش لا افترض ولا اتهجم وليس لي شيء على وسام الامير، لكن عندما اسمع انك صحافي ناقد سيدي، انا اصنع نجوم فعلا في مجال اعلامي، اصنع نجوم واعلم النجم ما كيف يتعذب لان يصبح نجم. دعنا لا نتهجم على الاخرين، ونحن نحترم ونجل وسام الامير، لكن على وسام الامير ان يكون غدر هذه المقابله. لك يا حبيبي هلا انت عم تعمل لي درس بالاخلاق، عم بقول لك انا هذا الحكي ماني حكي ولا معي خبر، ورجع قال لي لازم تعمل هيك. هلا جايبك تعلمني شو بدي اعمل؟ لا ارجوك الله يرضى عليك، خي وقفني المهم. دعنا لا نتخطى سيدي، دعنا لا اسمح لك، لا اسمح لك. شو بكم يا خي؟ لا اسمح لك، لا اسمح سيدي، انت تقاطع في مثل، انت تكلم صحافي مخضرم سيدي. شو عم كلم صحافي مخضرم؟ صحافي مخضرم عم تكلم كمان انت فنان مخضرم كمان. سيدي اسمح لي، لا اسمح ان تتصرف في مثل هذه الامور، مثل هذه الامور لا اسمح ان تتصرف فيها. انت لا تريد اجراء مقابله فلنوقف المقابله، لا تتصرف معي في مثل هذا. وقفها لا سيدي، وقفتها وقفتها شبيبه. لا سيدي نحن اصبحنا في 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 نهايه المقابله، لا تستطيع، لا تريد الجواب قل لا جواب، لكن لا تتهجم علي. لا مش عم بتهجم عليك، انا عم بوضح. انت عم بتقول لي شيء قاله عن لساني، ما تقول لي شيء انا مش قاله. لقد تابعته على انت تابعته وانا ما تابعته ما حكيته. الجمهور يتابع ويعلم، ليش تتجرأ وتتهجم على الرحاله يا خيي؟ انت مش عم تستوضح مني؟ نعم انت عم تسالني مش لتستوضح مني؟ نعم. يا بالاخر بتاخذ الجواب الشافي مني انا، يا شو عم تعمل معي مقابله؟ لما بدك تسال انت وتجاوب انت، اعملها لحالك المقابله يا خيي. انت عم بتقول لي، عم بقول لك انا هيدا الحديث كله من اوله لاخره ما معي خبره. رجعي اللي عم تتهجم على رحابنا، هلا انت بدك تحافظ على رحابنا اكثر مني؟ سيدي اسمح، دعنا لا نتخطى اللياقه في الحوار. يا خيي نحن بعدنا، انا بعدني ضمن اللياقه، شو عم بقول لك؟ بس شيء عم بتقولني شيء انا مش قايله. انا كصحافي احافظ على رحابنا نعم اكثر منك. ماشي. جابر الدويسري الملحن الخليجي صرح لمجله نغم: من المعلوم أن هذه المجلة هي مصير المظلوم على الصعيد الفني. عندما سئل في إحدى المقابلات عن عدم سروره لعودة إلى بيروت والتعامل مع المبدعين اللبنانيين سيما أن هناك موجة غناء لدى الخليجيين باللهجة اللبنانية، قال: من جرب لمجرب كان عقلهم خرب. وعندما سئل عن المجرب قال: عندما يكون هناك من يسرق ألحانك فهذا دلالة على أن هناك ملحن لا يستطيع مجاراة الآخرين. وعندما سئل للمرة الثانية قال: اسألوا من يدعي بأنه وسيم وأمير، اسألوا وسام الأمير. من هو هذا؟ سيدي جابر الدويسري. من جابر الدويسري؟ هذا ملحن عربي، ايه؟ شغير من الدول العربية. قال بأنك قد لطشت إلحان هذا في اللهجة المعلوم فيها بالعامل الموسيقي، لطشت عدة إلحان منه ولم يعد المجيء يريد المجيء الى لبنان من وراء مثل هذه الاعمال، كيف تدافع عن نفسك؟ وانت تنكر منذ البدايه عده امور طرحتها وقلتها انها غير صحيحه غير صحيحه. هل جابر الدويسري الملحن العظيم يتهجم الان على وسام الامير وان كان ذلك صحيح؟ اول شيء جابر الدويسري اللي عم تحكي عنه انت الملحن العظيم انا مش سامع فيه، بعتذر انا مش سامع فيه. طالما انا مش سامع فيه منين بدي اسرق له الحين يا خيي؟ اعزائي المشاهدين عذرا على هذه المقابله، الى هنا ننهي هذه الحلقه من برنامج مع النجوم، كنت امل ان تكون على المستوى المطلوب. عذرا جمهور العربي الكريم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، تصبحون على خير والى اللقاء في الحلقه القادمه. شكرا استاذ. لا ما فهمت شو قلت. شو قلت؟ انهيت الحلقه. كيف تنهي الحلقه؟ كيف؟ انتهى الموضوع، انت سيدي لم تكن على مستوى مطلوب هذه المقابله، عذرا منك. انا لا استطيع اجراء مقابله دون انت منين؟ طلع فيدي، طلع فيدي، طلع فيدي، طلع فيدي. انت جاي لهون لعند اسمع لا تقل اسمع اجلس مكانك. والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تعال يا جورج. شو جايب لجورج معك؟ اجلس مكانك ولا اسمح لك ان تتهاجم. تعتذر مني الان على عدسه التلفزيون. انت بدك تعتذر مني؟ انا لا اعتذر. انت سيدي لم تكن على مستوى مطلوب في هذه المقابله. انت منك على المستوى المطلوب، وانت بتجيب الفنان مش لتعمل معه مقابله، بتجيب الفنان لتبهدله حبيبي. اخلص وقف ضبضب. سكروا سكروا، وهيدي اذا بتطلع على الهواء المقابله بدي اقوم بحقكم دعوه بالاوتو في وبكلكم. طيب انت معنا ببرنامج مقلب مرتب، كاميرا خفيه. شو صعب؟ حلوه الضحكه هلا ها؟
يا زلمه والله العظيم كل المقابله اعظم زلمه وسام. ما عرفت شو ما عرفت شو حكيت والله العظيم انا ما عرفت شو حكيت. وسام الامير من الفنانين المحبوبين لدى الجمهور اللبناني اكيد راح يصدقوك ما راح يصدق. خليلي مزاجك رايق وحياتك لا تفقسنا صلتين معانا وضلك فايق وجودك ايه بتأنسنا دوز نظراتك نظراتك جلس قعداتك قعداتك خليلي مزاجك رايق وحياتك لا وحياتك لا 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 وحياتك لا لا تفقسنا عن جد مقلب بقى. أنا بحيي الأو تي في هالمحطة المحترمة ونتمنى لها تقدم والازدهار وعن جد مقلب مرتب